طب اليوم برج العذراء بتقولي له سنة الارتباطات الجديدة، ارتباطات شو، عاطفية ولا على كل الأصعب عملية؟ عنده صداقات جديدة، عذراء كتير مهمة بحياته، عنده ارتباطات، عنده لقاء مع ناس هو كان يحلم انه يلتقى فيهم، عنده فرص بتطرق كل السنة. العذراء مش وقت محدد، السنة كلها إذا بتشوفيها منيحة للعذراء بمجملها، إذا بتخذيها هيك جروسو مودو بتشوفي إنه الأسوأ راح من حياته وهلأ عنده الأفضل. بالسنة فيها مفاجآت، صدف متكررة، التزام مهني والتزام عاطفي، بيحرز أرباح، قمة عطاءاته بهالسنة العذراء. اللي بيشتغل بحس إنه هو وصل لقمة علاقاته، بيستفيد من أجواء عاطفية واعدة بالنص الأول من السنة، بتكون كتير منيحة، وبيتلقى تعبير عن الحب كمان بفصل الصيف، بيشوف انه في ناس حب او محبه، ناس بيحبوه يعني بهالوقت، ويمكن يتخلى عن شيء من اجل عاطفه بتولد بهالسنه. حلو. لا مولود العذراء يعني بالاجمال مولود العذراء منيح، جيد، عنده فرص مثل ما قلنا. طيب.